في فيديو النهارده هل تريبل اذكى من الزول في الثانوي؟ معاكم سوار شهاب، انا طالب ثانويه عامه عندي 17 سنه. انا طالب من بنتك يا حاج. عندي 17 سنه جاي من السودان هنا عشان احط على التريبل. اسحى الكلام. جاهز يعني جاهز فل. واقول لك حاجه، انت جيت كل المشوار ده على الفاضي على فكره عشان هتخسر. انا جنبك هنا عادي. اخويا عم احنا نعود نعمل جزء الثانوية عامة، عشان هو امتحانات الثانوية عامة قربت، فقلنا نعمل بقى ايه تريبلز اذكى من الزول السوداني. اول فكرة معانا هي فكرة سرعة البديهة، هو هنتسأل سؤال واول واحد فينا هيجاوب الاسرع هو زنبور اللي اخويا. ما هو الشيء الذي يتحدث بكل اللغات؟ صدى. الله اكبر عليك. ايه؟ صدى. صح والله. ايه؟ انت جبتها ازاي يا اسطى؟ الصدى. اه. انا فاكرك بتقول الصلاة. بس طب اقول لك ايه؟ انا هعورك. مزة عندكم في السودان يعني ايه؟ لجويا. لجويا؟ اول لجويا. اي لجويا عايز الرقم؟ تعال تحت. هو انت قاعد تحت في الديسكريبشن؟ اللينك في البوكس يا راجل. جاهزين لتاني سؤال؟ جاهزين. يلا بينا. يلا بينا. ليه الارجنتين ما فيهاش تين؟ ليه الارجنتين ما فيهاش تين؟ ده انت عيل بيه. طب قولها يلا. ها بسرعه. عشان درجه الحراره. غلط. ها بسبب عنهم خصبه الاراضي. بس يا حبيبي ها ليه الارجنتين ما فيهاش تين؟ عشان الارجن او الاندر. الاندر او البوكسر. يا عم علي صوتك. يا عم هو سمعها. ليه الارجنتين ما فيهاش تين؟ عشان الارجن بعيد عن التين. يا ابن اللعيبه غلط. هي حاجه كده صح؟ ليه الارجنتين ما فيهاش تين؟ عشان هي دوله ايه؟ لاتينيه. صح. ايوه يا جدعان. بقول لك ايه يا اسطى، الثانويه العامه دي باكلها كده يا اسطى والله. اخويا يا عم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. جاهز؟ جاهز. جاهز للتحدي؟ جاهز. جاهز؟ جاهز. جاهز جدا. اول سؤال بيقول هل النخل اطول ام القطره؟ هل النخل اطول ام القطره؟ اسمه ايه يا اسطى؟ يا عم تقرا. هل النخل اطول ام القطره اسرع؟ القطره اسرع. غلط. النخل اطول. غلط. هو ايه اللي غلط؟ قول تاني السؤال. هل النخل اطول ام القطره اسرع؟ النخل اسرع. الاثنين مالهمش دعوه ببعض. النخل اسرع. اسرع. الاجابه هي البحر اوسع. وماما ضربك. لان هقول لك ليه الاجابه بقى، عشان القطر بيمشي على البحر والنخل بيبقى مزروع على البحر. القطر ايه اللي بيمشي على البحر؟ يعني بيبقى على شماله بحر. السؤال اللي بعده. ركز. تعمل ليش كده انت ما تحلش في الاخر يا عم؟ هنشوف. ماشي. واحد ماشي تحت المطر، شعره ما ببلش، ليه؟ ماسك مظلة. غلط. اعرق. صح. دي لسه هقولها. ماشي، النتيجة كده 2-1 لسوار. انت كسبان دلوقتي؟ ايوه. 2-1؟ ايوه. نشوف الدنيا. شوف الدنيا. ان شاء الله. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الحاجة اللي بتعدي من فوق البحر وما بتبلش؟ العجل ببطنه. غلط. السفينة. غلط. الحاجة اللي بتعدي من فوق البحر؟ الطيارة. صح. أنا لسه ما فهمتش السؤال. ليه الحمار الوحشي من الحيوانات القديمة؟ عشان أبيض وأسود. أنا قلت الأول. لا يا اسطى، سوار قال الأول. سوار. يا دي يا طباية يا لا. مين قال الأول بأمانة؟ إيه أنا. لا لا قول الأمانة. الأمانة الأمانة؟ أه أنا برضه. لا لا بجد بصراحة. الأمانة الأمانة الأمانة. بره التصوير، مين اللي قال بجد؟ أنت. شفته بره التصوير. بس أنا هديك النقطة يا عم. برضه دريبلز ما يجوش على حد. أيوه. كده النتيجة 3-2 لسوار. أنا اللي اديتها. سلم بقى؟ سلم. انا مش سلم. عارف الرابر دافينشي؟ ايوه. تحبه؟ ايوه. حافظ له حاجه؟ ايوه. اه ايوه حافظ له. مش هتفهمه حاجه انت؟ اه. رابك وسخانه دي وفوطه. طيب. صور مكسوب شويه يا جدعان بس. لا مش مكسوب عادي. اثبت لهم بقى ان انت مش مكسوب. لايك شير سبسكرايب. ايوه. دلوقتي هنسال اسئله ثانويه عامه. اسئله ثانويه عامه صور لعبتي. لعبتك دي. ايوه. هبدا لكم باول ماده هي التاريخ. انت مستبح؟ ايوه. اصطبح يعني؟ استغفر الله العظيم، ماليش في الكلام ده. يلا السؤال هو كوسكو ماتشو بيتشو. كوسكو؟ استغفر الله. اسمعوا السؤال. ايه؟ كوسكو ماتشو بيتشو. يا اسطى ده اللي انت بتقوله ده. كوسكو ماتشو بيتشو مكان مشهور يقع في اي بلد؟ ده بيشتمني ولا ايه؟ كوسكو ماتشو بيتشو. انت ده ايه؟ يقع فين بقى؟ بلد ايه؟ كله يكتب البلد بسرعه يلا. ده انا فاكر انا خدتها في ثالثه ثانوي. عارف بقى انت لو شاطر. الدول في الدول العربيه؟ لا انا اول مره اشوفها. بس يا سوار اكتب اي حاجه، هي ايه البلد؟ اكتبها وخلاص. يا صاحبي انا علمي. انا خلصت يا سوار. سوار انت بترغي كتير وما بتعملش حاجه. ايوه. غشاش كده. اولها حرف التي.
طير. بص لنا بص لنا. ايوه كده خليك مع الكاميرا ومعايا. بص لنا. يلا جاهزين يلا صور عشان هقول. باين يا صور. بير والله اكبر باين. باين بسرعه. بيرو ايوه اهو بير. تشيلي يلا. يا عم غششوه يا جدعان. ما غششوني والله. والله غششوه. والله غششوه. كده 4-2 لسوار. عايز اسوار يا جدعان زول. هنتسال دلوقتي في الاحياء. مش لعبتي خالص. ولا انا. انا كنت ادب يا اسطى. هي الماده التي تقع بين الطبقتين وقد تكون غشاء رقيق او ماده جيلاتينيه سميكه. ما بين طبقتين؟ ما بين طبقتين اه. جيلاتينيه؟ وقد تكون جيلاتينيه سميكه. يا سوار. مش عارف ده ماده ايه دي؟ ماده بتكون ما بين طبقتين. طب الماده دي كيميائيه؟ لا مستحيل. سائله. بيقول لك ممكن تكون جيلاتينيه. برابير؟ ما ايه البرابير؟ البرابير ده عربيه هنا بنركبها. ايوه البرابير ده اكل. اكله مصريه برابير كده. بتتعمل زي الملوخيه كده. اكلتها قبل كده؟ انت اكلتها؟ ولا انت؟ اهو بياكلها. خبير شاي. والله ما مغششك. اكتب يا سوار ده بيغش منك يا سوار. في انا بكتب غلط غش يا سوار. مش عارف حاجه في الحياه اكتب ايه. بص هقول لك هي كام حرف؟ بتاع 8 حروف او 9. اقولها ايه ولا لا؟ انزل ايه؟ ايه يا اسطى؟ ايه دي بقى؟ انا مش عارف. الكالسيوم ماشي زي الصوديوم صح؟ الكالسيوم. الكالسيوم ايوه هي المزوجيه. المزوجيه ايوه المزوجيه صح الله. ايه دي بقى؟ حتى نزلها من المنهج السوداني. لا يا صاحبي احنا في مصر. ماشي كده 4-3 لسؤال. 4-3 ليك كده؟ أيوة. انت كسبان. يلا جاهزين للسؤال بقى ده. هو في ماده الفيزياء ما هي الحالات الفيزيائيه للماده؟ ما هي الحالات الفيزيائيه للماده؟ الاقرب للاجابه. ايه؟ الاقرب للاجابه. الاقرب للاجابه اهو. اقفل القلم بقى عشان الحبر غالي. تواثق من اجابتك؟ يعني شويه. خبي يا اسطى بيغش. يلا. باين يا صور؟ سائل جامد. وريني يا اسطى الحجم الكتله الوزن. مش عايز اقول لك كلمه وحشه والله. هو قاعد يا اسطى هو كاتب 2 انت بتقول 3 يا اسطى. هو اقرب. المفروض اللي هي سائله وصلبه وغازيه. ايوه انا قصدي صلبه. ايوه انا عارف. جامد وعايز اخش هندسه. كده 5-3 لسوار. امنيه والعمل الصالح. الفقره الثالثه معانا فقره السوشيال ميديا. صور بص لي. الفقره دي في الاغلب هتكون اصعب فقره هتعدي عليك. ماشي. اشكر لي 2 انفلونسر عملوا كتب وهما ما يفهموش اي حاجه في الكتاب. انا هذكر واحد. اشكر اللي تذكره بس هما 2. اللي هيقول لي واحد احسبها له بنص. انا هبتيه ديوموسا. كنزي مدبولي بس مش باينه يعني. ما اعرفش الثاني اللي هي كنزي مدبولي وعلي غزلان. علي غزلان عمل كتاب. عمل كتاب. كده النتيجه هتبقى 5-4 لسوار. يا جدعان كسبان. هو مش عارف اي حاجه يا جدعان. مش عارف ازاي يا جدعان. سبحان الله. قلت لكم بالنية والعمل الصالح. تاني سؤال هو مين اكتر تيك توكر بيشارك حاجات للفانز بتوعه ما ينفعش حد يشاركها؟ بيشارك حاجات يعني بيبين حاجات في السوشيال ميديا. الله اعلم. بيشارك حاجات في حياته ما حدش ينفع حياته اللي هو ممكن مثلا تبقى مراته ولا مش فاهم. مين التيك توكر اللي بيشارك حاجات ما ينفعش حد يشاركها على النت للناس؟ اغلب التيك توكر. توكر ولا يوتيوبر؟ تيك توكر. كلهم كده. انا في حد في خيالي لازم انت تجيبه. بيشارك حاجات وما ينفعش حد يشاركها خالص. هو راجل يعني مش بنت. شخص يعني انسان. شخصيه. شخصيه. طب ايه ده؟ طب ما انت كاتب مين يا سؤال؟ كاتب احمد عسل وزينه. انت معاك كام نقطه؟ 5؟ 5. مفيش نقطه جبتها بمجهودك يا اسطى. باتيستا. باتيستا ده ايه؟ اكتب باتيستا. بطاطس. باتيستا. 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 ايه مالينا؟ اكتبها لك. ايه استيه؟ يسا يا عم اكتب اي خرا يا اسطى. باتيستا ده اكتبها ازاي؟ لا مش باتيستا. لا مش يلا يا سوار ورينا كاتب مين وري الكاميرا. شهاب الدين. شهاب الدين. وانت يا زياد؟ سوزي الاردنية. صح سوزي. يا اسطى دي فزت في فيديو يا اسطى. ما هو بالظبط ده اللي انا بكلمكم فيه. ايوه عارف انها فزت؟ لا انت قلت بتظهر حياتها يعني مع راجلها. طب ايه يا اسطى؟ طب ما انت ازاي ما تعرفش الناس؟ هي اللي قالت الشارع اللي وراه. ايوه. سلام يا سوار. تعادلنا سوار. هو يعني ايه سوار؟ سوار اظن اللي سوار في اللعبة. زي اسوره يا جوي كده سوار. رايق يا عم. رايق. في اللذيذ منه. في اللذيذ ايه؟ عايز تروح ولا ايه؟ لسه ما خدتش عليكم كده. ما انا بقول لك يا سوار. ما تقوليش يا سوار. طب انت دلع سوار ايه؟ سوس. سوسو. سوسو دلوعه. ايه اكتر حاجه بتحبها في مصر؟ التريبلز. غير بقى التطبيل. بتحب الشعب المصري؟ والله الشعب جميل بجد والله. بس في عينه كده بنت الكلب. ايه يعني انا اكون ماشي في الشارع حد يجي يقول لي يا زونجي. الناس دي اصلا ما تربيتش. انا برضه ما تربيتش. السؤال اللي بعده. اذكر لي اكتر 3 شخصيات قرع على السوشيال ميديا.
قرع زي لبطه. ثلاثة قرع اكتر. ثلاثة قرع انت لسه بتقولها كده؟ اه تمر بجد. انا خلصت. باين صور بيج رامي احمد عبد المعطي. عبد المعطي مين؟ واللي بعده ايه؟ تامر الجيار. تامر الجيار. وانت يا جوي؟ انا كاتب محمد عبد العاطي وتامر الجيار وكريم السعيد. الثلاثه اللي كانوا في بالي هم دول بس. نقط هنا ونقط هنا. نقط هنا عادي. بيج رامي مش انفلونسر يا اسطى. انفلونسر والله. لا لا لا. ده في مجال تاني غير اللي احنا كنا عايزينه. بعدين استنى مين محمد عبد المعطي ده؟ اللي بيشتم في شغله. اسمع عبد العاطي. كده النتيجه 6 5 لتريبل. اصحى للكلام. شاطر في الانجليزي ولا؟ انا اصلا بدرس انجليزي. شكلك حفار في الانجليزي. حفاي؟ حفار يعني ايه بقى؟ يعني شاطر. اوعى تكون شتيم. لا مش شتيم. اول كلمه انجليزي معانا، معنى كلمه كريم. كريم؟ كريم. كريم؟ ماشي. الكلمه هي كلمه كريم من كرم يعني. اه عارف يعني ايه بالانجليزي؟ انا عارف. كريم ازاي يعني؟ اقول حرف الجي. ساعدك اهو. اجيبها بمعنى تاني بس برضه بالانجليزي. ماشي براحتك. مش شتيم يا جنريس. يا اسطى هو مرة. انا مش عارفك دي بالجي مش بالجي. بيم دي. يلا ورينا صور كاتب ايه. اسم اللي انت كاتبه. جي اي ان اي اي ار اس. جيلرس. اي بي جي. اي بي جي. 7 5 لتريبل. الكلمة اللي بعدها هي كلمة خجول. بس ما حد هي كلمة صغيرة فش ما حدش يقول أي حاجة. ترجمها. ماشي ما أطلع هاد الهول. كلمة صغيرة فش. ثلاث حروف. اكتر من كده عايزين ايه تاني بجد؟ اه والله. يا ابني وانت جاي تغش بقى هو المهندس يا عم كده. انا بتحب تشرب ايه؟ شاي ولا قهوه؟ شاي. شاي؟ تشرب شاي ولا قهوه؟ تشرب شاي يعني؟ بجد يعني انا بالنسبه لك احسن الشاي ولا القهوه ولا اللاتيه؟ انتوا عندكوش اسمه شاي بالسوداني؟ مش شاي ليه؟ شاي ده ان شاء الله هندسه. ورينا كده؟ شار. اه شار. شار ايه؟ لا يا احول. طب سبيل يلا. اس اتش اي. اس اتش وار. صح الواي صح. 8 5 للتريبلز. يا اسطى ايه اجمد؟ النسوان ولا الحريم؟ السؤال اللي بعده كلمه بخيل. بخيل يعني القلم بايظ. القلم بايظ. يا اسطى القلم ما بيكتبش. خد خد خد. انا اصلا مش هكتب يعني. ستنجي. القلم يلا. لا استنى ازعق كتبت كلمه غلط. استنى stupid هي 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 ده غبي يا بني. despicable يا اسطى اعمل هندسه. بص بكتب ايه؟ بص بكتب ازاي؟ بكتب من غير ما يبص يا اسطى. اعرف ان ده برنس من الخش. انا خلصت. انت خلصت؟ بر انت الاول. الله اكبر عليك يا شوار. معناها ايه دي؟ despicable هو عامل ستينجي يا عم. ستينجي. قولك ستينجي. انا كتبتها بس غشين غلط. انت مش سادي كده. 9 5 للتريبل. يا اسطى انت بجد بجد نصيحه من اخوك. انت محتاج تذاكر. انا محتاج اعيد السنه تاني. بس كده يا جدعان كل الفيديو خلص. عايزين نشكر عم الدنيا وعم جيلو وعم الثانويه العامه كلها، عم السودان كلها. ما انت قعدت بقى تقول لنا هتكسب وجاي من السودان تكسبنا يا اسطى. ايه يا اسطى يعني قطعت المشوار على الفاضي يعني؟ شكلها هرجع تاني. انا بقى عشان هترجع على السودان. اه يا اسطى بجد يا اسطى هيحصل حوار.